الا عندك الفلوس باش تشري غير واحد المكمل، شنو غتختار؟ واش تختار بي سي ا ولا بري ورك اوت؟ الخوت هاد الوجبه هادي غنديروها بعد لونطريمون بساعه ونص. كما كتشوفوا هنا ما درتش الرز بزاف، غير 100 غرام، وهنايا 200 غرام ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، وهنا هنا نماطيشه والخيار، عليه شويه ديال الليمون. هذا راه كتشوف بلا سكر وشويه ديال الحار. اخوتي الصراحه بنادم كيطلع له الراس في الرز في الراس. كندير له وجه الاخر باش نبقى ندوزو، فهمتي؟ باقي هادشي سخون، شتي القفوار ديالو. الخوت بغيت نوريكم غير واحد الحاجه، عندي هنا الدلاح. الدلاح واخا تدخلوه في الريجيم ماشي مشكل، الدلاح، فريز، توت البري، اناناس، خصوصا اناناس كيعاون في الريجيم، حيت الدلاح ما فيهش لي كالوري بزاف، فيه الماء، غير الماء، فيهش لي كالوري بزاف، قليل الكالوري، والجسم راه كيحتاج هادشي هذا، ماشي بنادم يجيف الجسم ديالو. نعم مرمرة راه هذا فيه الاملاح المعدنيه، فيه فيتامينات وفيه فواكه، راه مرمرة بنادم يدخلهم، ماشي غتقتل راسك غير بالشحت، فهمتوني؟ والنتيجه ان شاء الله الهدف ديالك غتوصل له، توصل له. نكملوا الموضوع ديالنا الدراري. التمرين الاول الخوت الاكتاف الاماميه، كما كتشوفوا بالماكينه، مره بالباره، مره بليزانتير، مره بالماكينه، دائما العضلات تبقى تبدل ليها. شوكي. التمرين الثاني الرفرفه اماميه، هادي كتخدم الوسط، هادي كدير ديك الدائره اللي كتفرق بين البيسيبس والكتف. هاد الخدمه هادي مزيان بزاف، الا ما عندكمش هاد الماكينه تبقى ديروها بليزانتير. انا مره نديرها بليزانتير مره بالماكينه، كتبدل، ودائما التركيز باش تخلي ستريس على العضله باش تشكل العضله. هادي هنا دروب سيت الخوت، هاد الدروب سيت، هاد بليزانتير، الطريقه اللولبيه اللي كتشوفو كتقلبها. هادي هنايا هادي كدير بيك الكتف، كتقطع الكتف من اللور، يعني ديك الدائره كتجيبها من اللور ديال الكتف حتى الامام ديال الكتف. هادي الفراشه كتخدم في الوسط ديال الكتف، كتقي شويه الترابيز، كتقيس حدا الكتف اللور والكتف القدام. هادي الخوت خدمه ديال الكتف الامامي اللي حدا الصدر، كتشوفو هنايا دايما التركيز، خاصك دايما دير ستريس على العضلة باش تكبر، لأن شحال ما درتي ستريس العضلة كتبومباج. هنا دروبسات بحال دايما كما كتشوفو هنا، الطريقة هادي طريقة جديدة، الكتاف بالديسك كدورو، هادا تاهي كدير ديك الدائرة ديال الكتاف، كتخدم الأكتاف الأمامية لحد الصدر. اما هنايا اكتاف الخلفيه بالماشين، مره كندخلها، مره كنديرها بليزانتير، مره بالماشين، دايما تبقى تبدل العضله، ما تبقاش تعطيها بطاطا بطاطا بطاطا، دايما تبقى تفاجئها، وقاش ما فاجئتي العضله، العضله كتزيد تكبر، كتزيد تقلب على الجديد، دايما نعطيها الجديد. هنايا الاكتاف الخلفيه على الكرسي الخوت، كما كتشوفوا درت له ديك الليني هيدا طالع شويه، كتخدم الاكتاف الخلفيه، كتقيس الترابيز او الخلفيه، دائما التركيز الخوت بنادم يخدم بالعقل باش يوصل النتيجه اللي بغا. زيرو 12 seconds later.
السلام عليكم الاخوان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير وعواشركم مبروكه. كنتمنى ان شاء الله العيد يكون العام اللي ماجي احسن من هذا العيد هذا. المهم الخوت، السؤال ديالي، واش الا عندك الفلوس غير باش تشري واحد المكمل من هاد الجوج، داكشي اللي عندك في الجيب غير واحد المكمل من هاد الجوج اللي كتشوفهم، واش تشري بري ورك اوت ولا تشري بي سي ا؟ بزاف ديال الناس غيقولوا لي غنشريو بي سي ا لان احماض امينيه كيحتاجها الجسم وهادي واخا. انا العكس ديالكم، الدراسه الحديثه اللي خرجت دابا ثبتت بان بي سي ا ما عنده حتى شي تاثير على الاستشفاء العضلي وعلى القوه العضليه في العصب وعلى الاي تي بي وعلى حرق الدهون. لان بزاف ديال الناس كيقول لك بان بي سي ا كيعطيك قوه في العصال وكيعطيك الاستشفاء العضلي وكيعطيك حرق الدهون، يعني كيعاونك في حرق الدهون، وهذا الشيء اثبتت علميا بان هذا الشيء غير خول خاوي التجاره. وراه كلينا وقيلا شي انا بعدا وقيلا كليت شي 50 كيلو شي خنشة ديال بي سي ا وما عمري استفدت منه شي حاجه. عليها خرجوا هاد بي سي ا. السلام عليكم. خرجوا هاد بي سي ا هذا، بي سي ا او ا، يعني بي سي ا اللي كان قبل كان فيه ثلاثه الاحماض الامينيه، والجسم ديالنا كيحتاج من اكثر من 11 حمض اميني، لان الحم والدجاج وداك الشيء فيه احماض امينيه تقريبا 20 حمض اميني عليه. البروتين كيتكون تقريبا من 20 حمض اميني. اذا هذا اللوسين ايزولوسين الاوفالين، ثلاثه الاحماض الامينيه. الجسم ديالك ما يحتاج يعني ما يديروا له والو، ما يتاثروا عليه، ما كاينش تاثير على الاستشفاء العضلي ولا على تكبير العضله ولا على شي حاجه. ضروري زادوا احماض امينيه اخرين، زادوا شي اكثر من 11 حمض اميني باش يكون بي سي ا كامل. حتى دابا عاد تعيط له بان بي سي ا يعطيك الاستشفاء العضلي ويعطيك القوه العضليه الاي تي بي في لاصال ويعاونك في حرق الدهون. حتى زادوا عليه هاد المواد، يعني احماض امينيه اخرى، لان الجسم ما كيحتاج غير ثلاثه الاحماض الامينيه، يحتاج جميع الاحماض الامينيه. كاين احماض امينيه كنجيبوهم من الاخر من الحم، وكاين احماض امينيه كنجيبوهم من القطاني، وكاين احماض امينيه كتجيب بزاف ديال السبانخ وبزاف ديال الحوايج، وم داكشي ديال اللوز وكاوكاو وداكشي، يعني مكسرات فيه احماض امينيه عاود باش يستافد الجسم من هاد الاحماض الامينيه كامله. اما ثلاثه الاحماض الامينيه غير بنادم كيخسر فلوس وصافي. اما بالنسبه للبري ورك اوت، البري ورك اوت واحد الحاجه اخرى. البري ورك اوت فيه بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ديال الاحماض الامينيه وفيه حتى البي سي ا عليها. هذا فوقاش كتشريه كتلقى فيه بي سي ا، ثلاثه الاحماض الامينيه، بون فينال. قليل اللي كتلقى شي واحد مزيدين له يعني جلوتامين ولا قليل حم اميني جلوتامين. عندي هنا بري ورك اوت بوستو، المهم هاد الشركه هادي جديده اول مره كنشري منه، ماشي مهم الشركه. شنو فيه؟ اول حاجه فيه الارجينين. الارجينين كيحتاجو الجسم بزاف، علاش؟ لان الارجينين كيفتح عروق، العروق اللي عندك هنا، باش الدم يمشي مزيان ويوصل الغذاء العضله بسرعه، كيفتحهم مزيان وكيبين لك العروق في لاصال وكيعطيك البومب في لاصال. الارجينين فيه منافع اخرى، يعني انا ماشي دكتور باش ندخل في الاخر في لابوراتوار. المهم، وفيه بيتا الانين. بيتا الانين حتى هو حمض اميني، حتى هو كيساعد في بزاف ديال الحوايج، الاستشفاء العضلي، كيعطيك الاي تي بي، كيساعد، راه كيتباع بوحدو، يعني هذا كي كلشي راه فيه بلا ما تشريها، كل واحد وكل حاجه. كاين ارجينين بوحدو، هو عندي هنا ارجينين الا بغيتي تاخذو بوحدو، ولكن الا عندك بري ورك اوت ما عندك علاش تضيع الفلوس ديالك، فهمتي؟ خذها بري ورك اوت. في بيتا الانين بحال اللي قلنا، وفي في كرياتين، في 3 غرام في واحد سكوب، 3 غرام ديال الكرياتين. ها انت استغنيتي عاود على الكرياتين، ما تحتاجش كرياتين، 3 غرام راه كافيه. وعندك هنا فيه اللوسين وفيه تورين وفيه ايزولوسين وفيه بيتا الانين،
وفيه تيروسين. تيروسين هذا ما كنعرفوش. المهم اللوسين والايزولوسين وبيتا الارين هادو احماض امينيه اللي كيعاونوا الجسم، يعني باش يعني كتلقى الاحماض الامينيه كامله باش يوقع الاستشفاء مع البروتين اللي كتاكل وداكشي. المهم كما قلت لكم هادشي كامل غير في هاد المكمل هذا. وانت شنو غتختار؟ واش تختار بي سي ار ولا تختار هذا؟ اولا هذا فيه كافيين، فيه كافيين غني بالكافيين، كيعطيك التركيز في لاصال فوقاش كتكون في لاصال، كيعطيك التركيز وكيعطيك ديك الديماراج، يعني كديماري في لاصال غير ديماري بحال المفتاح. الا راك عيان بحال انا علاش كنستعملو؟ انا كنجي من الخدمه عيان كناخدو باش يحيد لي العيا ويعطيني ديك باش غنبدا. غير كتبدا صافي كيولي مزيان، كي سيركولاسيون ديال الدم ديالك كيسخون وكيدور في الجسم، كتسخن صافي كتوالف مع لونترينمو. وفيه الكرياتين كيعطيك الاي تي بي القوه العضليه. المهم كتجي من تما من لاصال باقي فايق ماشي مهلوك، داك الشيء كتريني كيعطيك واحد الحصه فيها البومب، لان فيها الارجينين وفيها بيتا الانين كيعطيوك البومب. وفيه شي مواد انا ما كنعرفهمش، انا ماشي دكتور ما كنعرفهمش، المهم اول مره كنشوفهم، ولكن راه باين فيه ما فيهم منافع، فيهم منافع بزاف بحال تيروسين. تيروسين هذا حمض اميني، انا عارف الى حمض اميني عنده الخدمه ديالو. كل احماض امينيه اللي كاينه في المواد ديال الاكل اللي كناكلو ولا في المكملات راه عندهم الخدمه ديالو، عندهم شنو كيديروا في الجسم، وكيتجمعوا كامله على واحد الحاجه هو تكبير العضله والاستشفاء العضلي. هذه هي مزيان الاستشفاء العضلي بعد لونترينمون، هذه هي حاجه اللي كيحتاجها الجسم بعد لونترينمون. بالنسبه بزاف ديال الناس كيشربوه في لاصال، هذا ما كيتشربش في لاصال، هذا يمكن لك تشربوه في لاصال، يعني انت كتريني وتشرب منه ماشي مشكل. اما هذا ما خصكش تشربو في لاصال، كتشربو قبل لونطريمون بنص ساعه، يلا كيخدم باش يعطيك ديك ديماراج باش كديماري. يلا يعني قبل ما تمشي لاصال شربو، على ما توصل لاصال تحيد الحوايج ديالك وتبدل يكون خدم الشغل ديالو، يعني غتبدا بالبومباج ديالك. انا كنفضل هذا على هذا، وبزاف ديال الناس غيشوفوا هذا الفيديو غيفضلوا بري ورك اوت على بي سي ار. انا دائما كنجيب لكم حاجه جديده اللي كتخرج جديده، يعني الدراسات اللي خرجوا جدادين وكنقسمها معكم، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. الا غتضيع فلوسك بعد تضيعها في حاجه اللي غتنفعك، هذا غينفعك، يعطيك البومباج، يعطيك تكبير العضله، يعطيك بزاف ديال الحوايج اللي ما يعطيهم لكش بي سي ار. انا استعملت بي سي ار بزاف، كنت كنسمع حتى انا من الناس، ما خصكش تسمع من الناس، دائما تتبع الناس اللي يعني اللي كيبحثوا، اللي كيشوفوا اي دراسه جديده يعني كتوصل لهم وكيقسموها معك. اما بنادم يقول لك انا استعمل بي سي ار مليح، استعملته وراه ناخذ لك وقيلا شي خنشه ديال 50 كيلو ديال البي سي ار اللي ضربت، ما عمري استفدت بشي حاجه. ما كانش عندي بري ورك اوت، كنمشي كدغيا كنعيا في لاصه، بعض المرات كنشرب قهوه بنانه شويه، كنديك لان قهوه ما فيهاش كافيين بحال هذا، داك فيه كافيين زايد على القهوه. وبري ورك اوت ما تستعملوش يعني قبل ما تنعس ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع، يعني خصك تستعملو شويه بكري، لان يمكن يحيد لك نعاس وما يخليكش يدير لك الارق، ما يخليكش تنعس بالليل. هذا استعملو شويه بكري غتستافد منه. هذا ما كان الخوت، اللي عنده شي سؤال ان شاء الله نقاولوا الجواب، وما تنساوش تشجعونا باللايك وتابوناو، اللي ما ابونوش يابوني معنا في على الجرس، هذا طلب ماشي امر. شجعونا الخوت، راه باقي القناه ديالنا، راه هذه القناه ديالنا ماشي ديالي، القناه ديالنا باقي في الحضيض تحت الصفر الصراحه. باش غتشجعوا ساهله، غير بارطاجي باش يوصلوا للناس، هذا هو داك اللي غتبارطاجي وقول له يبارطاجي، غنوصلوا ان شاء الله للهدف ديالنا، باش كل مره ان شاء الله تكون جديد، وغنتشجع تاني نبقى نقلب ونجيب لكم معلومات جديده ودراسات وابحاث جديده.
انا بعض المرات كنشوف انا القناه ديالي يعني فيديو كنحطو كنلقى فيه يلا شافوه 100 102 ديال الناس، يعني بنادم كيفشل. وكتمشي لقنوات اخرى يعني اللي كيضحكوا على الناس روتيني اليومي وداكشي كتلقى عندهم ملايين. ما فهمتش واش الناس اللي كيبغيو يتعلموا كما بحال اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، بحال اللي قال القرآن، لا بحال اللي قال القرآن الكريم، اقرأ اقرأ، أول آية نزلت هي اقرأ. بنادم خصو يتعلم أي حاجة يعرفها يمكن تنفعو من هنا لقدام، فهمتي؟ أنا فوقاش تعلمت هاد الشي هذا الآخر، أنا ما عارفش بأن غندير اليوتيوب ولا غندير شي حاجة ولا، وفوقاش درت الدبلومات ديالي على الرياضة وداك الشي، ما عارفش أنا ندير اليوتيوب ولا غنبقى نولي كوتش ولا المهم درتها باش بعدا غيكون عندك واحد الحاجة مستقبلا. وكنت كنتعلم من هنا ومن هنا ومن هنا، ما كتبعش الخوا الخاوي، ما كنتفرش، ما كنخر ما كان ما كنخسرش الضو ديالي والوي في ديالي على الخوا الخاوي. عيا بنادم ما اذا يبقى يتفلى عليا في الاخر يتخلص وانا ما استفدت منه حتى حاجه، هو استفد. خصك تستافد، خصك تستافد بعدا من هذاك اللي كيعطيك المعلومات، تستافد منه لانه هو يمكن يستافد في يوتيوب يخلصو ولا يستافد في شي حاجه اخرى، انت تستافد منه. اما بنادم يجي يضحك عليك ومن بعد هو استفد، انت ما استفدتي والو، ما هزيتي والو على ودنك. المهم الخوت، هذا الراي ديالي وكل واحد الراي ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.